هذا البرنامج برعاية شركة البيئة الخضراء. بمحمد خبر المحامد يعظم وعقود تيجان القبول تنظم. فله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج مداح الرسول صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعدناكم وكما ذكرنا لكم سابقا أنه في كل حلقة راح نستضيف إن شاء الله مداح من مداحي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من ربوع عراقنا الحبيب ومحافظاتنا الغالية. واليوم راح ننتقل وياكم إلى محافظة عزيزة على قلوبنا وعلى قلوبكم أيضا، وهي محافظة صلاح الدين وتحديدا من سامراء. ومعانا المداح الملا صلاح، عفوا صالح المداح. حياك الله شيخ صالح. يبارك بيك يسلمك. كيف الحال؟ الحمد لله. اولا مرحبا بك في بيتك الثاني. الله يبارك قناة بيك سامراء. يخليك تشرف. ومرحبا بك في هذا البرنامج. يبارك بيك عزك. وشرف لنا ان نلتقي بحضرتك ان شاء يبارك الله. بيك. واليوم اكيد راح تكون امسيه غير عن كل امسيات، لانه بوجودك الله عزك الجميل يبارك بيك تطربنا بفرصة سعيده حقيقه الله في وياك. والله الله يخليك. بداية الملا صلاح، عفوا صالح، ليش مكلب بصلاح اليوم؟ الملا صالح عفوا اشتهر في سامراء وعرفوه أهل صلاح الدين. نعم. ويعني كيف كانت بداياتك؟ استاذ احنا من بيت يقولون بيت المداح. يا جدي سلام. كان مداح ما شاء الله، مستارتين هذا الشيء. اسم الجد الله يحفظه محمد الملا صالح الشيخ احمد. والنعم مات حالك. والنعم. احنا صاحبين دواوين وتكاية في سامراء وخارج سامراء ما شاء الله، فمستارثين هالشيء الحمد لله ما شاء الله. واني في حقيقه في من صغري يعني بنشأت كنت اتراجع في ديوان وتكية يكون هو خالي الشيخ كاظم الله يفرج عنا ان شاء الله. امين. وعلى جميع المسلمين في شهر رمضان يا ربي ان شاء الله يا رب. فحقيقة كان هو من اللي يدعموني ما شاء الله. إيه الحمد لله، نسأل الله يفرج عنا. آمين. وعلى جميع المسلمين. آمين يا رب. طيب احنا نريد أيضا نعرف المشاهدين أكثر بالشيخ صالح. يبارك بيك. ومداحنا الغالي الملا صالح. يبارك بيك. المداح. يبارك بيك. بمديح للنبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله نفتح به حلقتنا لهذا إن شاء الله. إن أمكن إذا سمح لي. يا رب عيني بذكرك ما خذاها سنة من يوم فارقت بيتك كل ساعة بسنة مغرم بحب النبي من يوم عمري السنة يا متكالي عليك بالسماء ورضاك. الله الله اجرح اجرح. مصعد الطاعك يا باري بالعمر ورضاك اتشان عمت رحمتك حالتي ورضاك. والله ما خاف من واد ويل اش مهما يزيل السنة. يا سيد الكون مذنب اعترف لك وقير فكري مشتت فلا يوم صفالي وقهر. الله الله.
رجوى أصل مرقدة بل عمر مرة وأقر الله. عين الذي دمعها إبلا رواها خضراء روحي على شوفته يا ابو عبد الله ترفرف جنها خضراء أمانة الله يا زاير قبة الخضراء سلام من بلف قفع الضريح وقير يا بوف يا بوف يا بوف يا بوف يا بوف على الدمام درب الحاج يا بوف يا ابو على الدمام درب الحاج لوفات لوفات عدل يا صاحب ما بيه يا ابي يا ابي اي والله لوفات يا باه يا باه يا باه يا ابو شد في ايدي يا ابو يا ابو يا ابو شد في الندام ربع العمر لو وراها المظلمة مغلق ابوه يا بوف يا ابو اسر اطرم بالهم يا اب يا اب يا بسرة رمبالهم وقطعوا بيداي عليل الجسم والدلال لابو ابراهيم يا ياب يا ياب اي والله بيداي يا باه يا باه يا باه عواذيل 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 يا ياب يا ياب عواذيل يا اللي تلوموني شبي يداي دواي زور طه والصحى يا يابا دعونا امشي بهوى المختار يا ياب يا ياب دعونا امشي بهوى المختار واهيم احث الجدم نحو البيات واهيم ترنك ترنك يا عادل المشتاق يا ياب يا بطران اش كثور ترنك يا عادل المشتاق يا بطران اش كثور وهيم بعقل ما ينفع العاذل جوه نسم يا غربي وياك واخذ مكتوبي عشق النبي خل العقول مصيوبي نسم يا غربي
ضريحة يا خالق مشتاقة ونيران شوقة بالقلب حراقة الحاج سير ليلتها من ياقة والدمع من عيني رشق حلوبي نسم سهيرة والسقم رامين راميني شوقتها مي بالحشابة ماضيني يهلا الرحم وين الذي وديني لديار ابو ابراهيم ما حذنوبي نسب سعدت يا هزر الطاه ورحيت للبيت للبيت وقضيت التوالي العمر يا ياب يا ياب هي والله لبيت يا باه يا باه صعدت فوق الجبل ويا الحاج ولبيت وعيدت العيد في وادي منى زايد غرامي وشعب بدلالي شف البصر حب اشعم البحوالي دمع النواظر فيض من انسالي وحدر على الوجنات بل الثوب ينسب نسم للتهام نسم يا غربية للتهام وسلم سلم والله بس يما يحق تنسم اي والله عمره خسار الماوي والدو يندم وما له شفاعة بالحشور ولوذي نسب يا ابو محمد بيرق المنشور مبني وعلى شوق العوف البيت يا ياب يا ياب الله 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 اي والله وبني يا قصر البطيب الذاك مبني من ياقوت دقوه للاعتراف جمر الغضا ما ينطفي بحشايا وهمكم يا طه يذكرون دوايا
مجنون ليل احتار من بلوايا وقال العشوق عندي طلع مقلوبي نسي نسم يا ريح الهاب دخذ الوداع وداع يا ريت ازور بالعمر لو ساعة حاول ما حاسن بالكرم بنواع شافع مشفع بالحشور مندوبي نسم ساكن بالمدينة كتوب عنيت عنيت وبهن ألف آه وألف يا ياب يا ياب اي والله عنيت بشوقك يا رسول الله عنينا اللي يمطعن بيحرق بالله يا رايح ناكو خذ مرسالي لأحمد محمد هاي الحبيب الغالي وجهك ومر بالكون ظل لالي مغرام بحب الهاشمي محبوبي نسب والعمر كله لابو ابراهيم اسمه سكن لب الفؤاد مجيمي لنظم شعر يا الخالق منظمي وما حول عن حب او ابد ما توبي نسمي طيب ارجوك لا تنساني خبر التهام بجاسم السلماني قل لابو عزت بس قمت الفاني دزلك عريض وتدري بالمطلوب نسيم خلصانا روح وكل دوا ما يرهم امشي صفيت من الوجد وتعثر امشي صفيت من الوجد وتعثر صبر على بالواي صبر ايوبي نسم ما ديح بالصلاة الهادي ما نسمى الغربي بوسع بلادي
حبك شيف الكل قوالب مغرم صادي انت مناي ومؤنيتي ومطلوبي نسل آمين آمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. بارك الله فيك، عطر الله هذه الأنفاس، جزاك الله ألف خير، وقلتنا بأجواء رائعة. هذا اللون شو يسموه بالمديح؟ هذا له تسمية معينة يعني أنه كل شوي تسوي موال وتطلع بيت؟ والله احنا نقول يعني بالعامية نحش القصيدة يعني. اي نعم. اي تحشاتها بالموالات. اي اي الموال من جنس البيت نفسه. اكيد اكيد. اي تكون لها فد خصوصيه. الملا جاسم كاتب هذه؟ لا، هاي الى احد شعراء من عندنا البشامان، جاسم السلمان. جاسم السلمان. اي ما شاء الله. اي ما شاء الله. الله يا ربي ان شاء الله هو موجود له هاي. الى عليه موجود موجود. الله يعطيه الصحه والعافيه. الله يبارك فيك. خليك. طيب نسمع شيء على نفس هذا اللون الجميل ان شاء الله، نلقى بهذه الاجواء يعني ان شاء الله. ان شاء الله. حي الله اي مرت قوافل لقبر الهاشم سارية والنار بحشاشتي متوقدة وسارية. الله الله. يا ناس طه علم شامخ بلا سارية يا قلم اكتب من الشعر تنظيم والقلب لفراقهم ما لوم بتنظيم هم الذين نظموا أمر البشر تنظيم وبفوائهم على كل الملساري ويل 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 يا بويا يا بويا وحق عينيك أنا بالقسم بارئت ونصيب من وصالك صفا وي لا بريت من عدايك ثير عيون بريت ولجل عينك كرم هنها أؤان لي يا بويا يا بويا يا بويا يا بويا يا أبو إبراهيم أريد الدار يمكم ويا دار فنت وحنا الريد أويل يمكم يذكروا لحوار العين يمكم هنيا للي بيهن حظ أويل يا عيني روح بسقمكم من يا حد سلوها
احباب اللي ودوها ويلا سلوها سبب قتله يا طيب يا عالم تسألوها خلص صبر يا ناس شلون بي يا عيني يا ابويا يا ابويا يا عيني يا طه قوم وخذ الحيف والثار ورد للدين كل من غصب اوي لا والثار يا ابويا جد مغاص فوق الصخر والثار إلك فوق الرمل مشي خفية يا ابو يا ابو يا ابو يا يا بان البتت مطعون وبس عني اي اداور بالوسايد يا يا ابو يا يا ابو يا ابو اي والله بس عيني يا بدخيلك يا محمد بس عيني على فراق الغوالي وهال الله الله يا ابو على فراق الغوالي والأحباب بارك الله فيك أنا مندمج وياك عبالي تكملها بس مو مشكلة مو الأستاذ الشلي خلاص يلا إن شاء الله خير إذن أعزائي المشاهدين لا تروحون بعيد إحنا باقين ويا الشيخ صالح المداح ومع هذا المديح الجميل فاصل ثم نواصل فابقوا معنا عدنا لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام ومع مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع برنامج مداح الرسول وضيفنا لهذه الحلقة هو المداح صالح المداح مرحبا بك يا ملا صالح يبارك بك حياكم الله وسلم. قبل الفاصل كنا نسمع لهذه المواويل الجميلة فياريت لو نستكمل هذه الموالات وهذا المديح إذا أمكن نسمعك شوية نايل الله أيوة نايل حويجة إن شاء الله اي او اي جرج حمام الرسيل الله الله لهلا المدينة يزور على هالقلب يزور يا حبيب الله نظر يا ابو فاطمه نظار على الخاطر مكسوه اي ابو في عين عين اذا السهر ادرى السهر يا وافيك شوفت الغالي محمد من الرمى التبريه اي اوف بطل يا لايم جوز جوز لا توازيني
ما تدري حب النبي بس قم راميني في قلبي حب العرب اللي منهم محمد صاور واللي يحب النبي تحرم عليه النار صلاة الله على خير العباد محمد عجيسر يحضرنا غادي صلاة الله على خير العباد محمد عجيسر أبو إبراهيم ودوا لي سلامي رسول الله يا تاج الإسلامي شريد أقول واكتب من كلامي عجز القلم في مدحك يا هادي صلاة الله على يذبن بي سيد البرية أبو القاسم تيل الزنب القضية وكلها تصيح وتقول ليش علي محمد ينجدك سيد العباد صلاة الله على الرسل بل محشار شجاها تبرت كلها من شدة بلاها محمد ينتخ وحامل لواها ينادي أمة أحمد ينادي صلاة هال القيامة يا ذاك اليوم ما ينفعني دامة أولي عجسر زلت قدامة ومقرود الويقع ماله وسنادي صلاة ذكر المصطفى هيموت برك محمد بالحاشر غادي يحضرك إذا غاد جسر بك يتحرك محمد ينتخي سيد العباد صلاة الله على نور العيوني محمد بالحشر غادي تحضروا لي على العبرة يا جد تعبروني تران بلازمكم يوم الاطرادي صلاة الله على نور المكمل محمد قائد الغر المحجل جميع الرسل والناس يتجفل جهنم تصرخ تريد ازديادي صلاة صلاة الله على طاهر رسوله تلزم بنبت نول القابولي شفاعتكم بيوم يوزنوني وحبك يا حبيب صرت حادي صلاة صلاة الله على راعي
حبيب الله مظلل بالغمامة اريد هناك محمود السلامة رسول الله تلزم بالحوادث صلاة النبي وآله عدد ما سارت إجماله أبو القاسم ظخور قلبي بيوم الحشر وإهواله حشري والنشري وخايف من عظم وزري إلهي بصورة القدري محمد تصلح أعماله صلاة طاب الزمان بوصلهم وإذ هجروا فالهجر عندي يطيبوا فمن كان مشغولا بحب محمد وحب أبي بكر فكيف يعذبوا وأنت علي كرم الله وجهه أمير به بعر الهدى وآية دبو ودمعي على الوجه يجري بحبك صاحب الذكر شفيع الكل بالحشر أبو إبراهيم قد صلى صلاة وانت الجامع القرآن ودحضر خادمك تلفان وعقل بحبكم زالة جسمي لبو السجاد وانكم انبلى سمعي ولا كان سمعت يويلا وانكم
وين انتو يا وين انتو يا هالطيبين وانكم بيادي يا رومة تعودون لي علي يا فارس الفرسان ابن عم النبى العهدنان بسيف قاهرة العدوان أسد ظهر غامل صوالة وانت الجامع القرآن ودحضر خادمك تلفان وعقل بحبكم زهلا صاحب الغيرة الكل خايف جيرة ابنكم ظل بالحيرة وعدلوا للحمل ما وعلى الصديق رفيق المصطفى بالضيق وتختمها على التحقيق بيوم عوف لعيالا صاحب الموالي عجل ويد سيب لعيالي ويقولوا نشوك تشوالا صلاتي شامان ودمع على وجه النوران بجاهك يدخل الأجنان محمد هو وعياله Oh,
الأمطار وعدى الحصى والأشجار وشعر الغنم ويرمى والها الله يعطر الله هذه الأنفاس يا رب. يعني من نقلة إلى نقلة ومن روح إلى روح وأجواء أكثر 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 من رائعة. يعني حقيقة ما هي اللي يعني أنا راح أستأذن المخرج يمدنا شوية بالبرنامج لأنه أنا مستمتع حقيقة. يبارك بيك. أريد ما أطول عليك حتى لنأخذ البرنامج. هذا بالأكيد أستاذ هذا حكي إلى حياة جدي. قلت أنت محمد الشامان. أي أي. الله يرحمه يرحم والديك. طيب نختم بشيء؟ يلا نختم ان شاء الله. ايش عندك مجهز لنا؟ ان شاء الله انا ما ارد بركه سيدنا النبي ان شاء الله كثيره ان شاء الله نسمع. يلا اجرح اجرح البيات على سمعنا هالنغم الحلو هذا. لا والله لا والله لا والله لا والله صاب يا حبيبي برد حالي الهضم والضيم سور مبتن حالي الله الله من حيث مشاكل غير ذكرك ربي ما لها حالي من حيث ذكرك حبيبي الوحشتي يونس به اخمد ينطفي بجاف جمر يونس اقسم ممن من بطن حوت انقذ يونس الله بيك اتباعي وفنائي وللقلب حيالي يا قاصد للنبي تذكره خذها وياك عد مرقده عيوني الله الله عد مرقده أبالك تبلها وياك خبر لسيد الرسالة بروحتي وياك الله الله يلومون راع الهوى شلومون راع الهوى الله يلو 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 البواد شاش الله الله جرح الضماير نزف يا ابو عبد الله ايش ما نفع كذر الشاش الدهر بيا غدار عسد شلاب وشاش ظليت جالب بغما بيشش وياك صلوا على الماحية ما هبت رياحية
انوهرابه القاسم تخجي للمصباح صلوا يا عالي غيرك أبد مالي مشينا ألف عالي أرجو الإسماحي الله سبحانك أرجوك غفرانك أنت العفو شانك يا رب يا فتاح صلوا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله يعطر يا ربي هذه الأنفاس. بارك فيك. يحفظك إن شاء الله. خليك يحفظ الجميع. إن شاء الله يا رب يكون لنا لقاء آخر. ومتجدد. اللهم آمين. يعني لكن سبحان الله الوقت مر بسرعة ولا حسينا. اليوم حلقة خفيفة كانت لجمال صوتي. الله يعزك. وللمحتوى الموجود من الكلام الجميل. يبارك في مثل حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شكرا للإخوة اللي كانوا موجودين معنا. في الفرقة الله يجزيكم ألف خير وأيضا شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام وشكرا لكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج حتى نلتقيكم في حلقة جديدة وحلقة أخرى من برنامج مداح الرسول تقبلوا تحياتي محبكم مصطفى العزاوي وإلى اللقاء بمحمد خبر المحامد يعظم وعقود تيجان القبول تنظم فله الشفاعة والمقام الأعظم يوم القلوب لدى الحناجر تكظم تشاهدون في حلقة الغد من مداح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صلوا عليه إنه المختار هذا النبي ونوره يتشعشع في كل قلب ينقصه الجبار الله الله النور يزهو دائما في روضته كيف المقام وكله أنوار اتشان عمت رحمتك حالتي اتشان عمت رحمتك حالتي وارضاك والله والله ما خاف من واد ويل الله الله والله ما خاف من واد ويل مهما يزيد السنو يا حي ويا رحمن يا منزل القرآن عفوك عن الإسلام من ينتصب ميزان يا حي ويا رحمن يا منزل القرآن عفوك عن الإسلام سامراء في رمضان سر من صام.
هذا البرنامج برعاية شركة البيئة الخضراء.